الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة وحلقات برنامجكم صحتك ثروتك، الحلقة الثانية في عام 2020. الفقرة الثالثة من برنامجنا النهاردة فقرة بعنوان ما بنقدمش حاجة إلا لما نكون مقتنعين بيها، وما نتحمس لشيء إلا لما ندرسه كويس. الفقرة الثانية النهاردة فقرة اللخبطة، الضيف أو الضيفة جاي لخبطني. الفقرة الأولانية زي ما عودناك كل أسبوع الكبسولة، وهنشوف الكبسولة هتودينا على فين. كان فكرت بكبسولة، احنا يمكن الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الأمراض المتوطنة معدية والأمراض المعدية، النهاردة هنكمل رحلتنا مع الكبسولة. وعشان كده خلينا نرحب بضيف ضيفكم الدكتور محمد راشد استشاري حساب المناعة. دكتور محمد صباح الفل عليك. صباح النور يا باشا، والحمد لله كله تمام، ربنا يديك الصحة بيه كده ويبارك فيك، ويعني برنامجك السنة دي يكون فعلا إضافة قوية جدا لمنظومة الإعلام اللي موجودة في مصر. النهارده بالنسبه لموضوع الكبسوله، احنا كنا وقفنا المره اللي فاتت على اللي هو الحامل للمرض او اللي بيسموه كارير. حامل المرض ده يعني ايه؟ كلمه حامل المرض يعني شخص ما بنقدرش نقول عليه بقى كلمه مصاب، شخص يعني يحوي في داخله مسبب المرض او مسبب العدوى، وفي هذه الحاله وبيخرج هذا المسبب مسبب العدوى ده بيخرج مع افرازاته مع تعاملاته مع تلامساته، وفي الحاله دي بيكون احد المصادر، يحتمل ان هو يكون احد المصادر لنقل العدوى، ده اللي هو اسمه الحامل. والحامل عندنا بيتقسم له تقسيمه، ممكن يكون حامل بيسموه حامل صحيح او حامل بزود من غير اعراض، يعني من غير اعراض بيسموه الحامل الصحيح. وفي الحاله ده الحامل ده بيبقى او هذا الشخص بيبقى مصدر دائم للعدوى بشكل مستمر، لانه ما بتظهرش عليه اعراض. العدوى موجوده لكن ما فيش اعراض بتظهر عليه. هو ما بيتاثرش هو اصلا لا ما بيتاثرش، لا 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 ما بيتاثرش، بتفضل موجوده فيه، هو حامل لهذا المسبب ولكن دون اعراض، وراجل 100 وماشي حياته طبيعي خالص، ما فيش اي مشاكل خالص، وبيتعامل معاه ما بيعملوش مضاعفات. عندي النوع الثاني اللي هو الحامل اللي هو اثناء فتره الحضانه، ده برضو بيبقى اثناء فتره الحضانه في حضانه، يعني ممكن يحصل له نقل او اصابه ويحصل فتره حضانه للمسبب، وبعد كده يحصل له ريكفري يبقى كويس. فاثناء فتره الحضانه دي اللي هي فتره التلامس وظهور الاعراض، زي ما احنا التعريف عشان الناس تبقى فاهمه معانا، نسترجع تاني فتره الحضانه، فتره ما بيتحصل الاصابه ويبتدي ظهور الاعراض دي اسمها فتره الحضانه. في الفتره دي ثابته في كل الانواع، اعتقد دي منتشره جدا في الالتهاب الكبد الوبائي سي. في ناس بتبقى حامله الكارير، حامله للفيروس، ولكن بيظهر عليها اثار المرض بعد فتره. لا ده السي ده موضوع تاني، موضوع تاني خالص، ده ممكن يعني نبقى نتكلم عنه. يعني حاجه اسمها دورمان، يعني الفيروس بيبقى دورمان، يبقى كامل في قلب الخلايا. ده بيعتمد على قوه الجهاز المناعي والظروف اللي حوالينا شكلها ايه. ده بتصل ل 30 سنه لما يبدا يحصل تدهور، ده موضوع تاني ممكن نفرد عنه عشان الكبسوله بتاعتنا نقدر المعلومه نقدر نوصلها. فعندي النوع الثاني اللي هو الحامل ولكنه في فتره الحضانه بتاع المرض. النوع الثالث اللي هو فتره النقاهه، خلاص واحد بيتعافى، برضو ده بيبقى القصه بيبقى ممكن ينقل، زي مثلا بعض الجدير او بعض الحاجات بتبقى القشريات نفسها بعد ما بتكون الحبوب او البثور بيمشي في دوره كده، بعد ينشف القشره نفسها دي ممكن هي اللي تحمل طبعا التعجل. ممكن تنقل، فدي فتره النقاهه بيبقى ده 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 بيبقى راجل حامل ولكن في فتره النقاهه يحصل اصابه، يبقى مصدر محتمل للعدوى. طب وعلى هذا الاساس رجعوا تاني وعملوا تقسيمه تاني، قال لك على هذا بقى ممكن نسمي الحامل للمسبب، نسميه يا اما مؤقت فترة بسيطة وما فيش أي مشكلة، يا إما يكون مزمن فترة بس تكون طويلة شوية، يا إما يكون دائم. يبقى ده كده بالنسبة للشخص اللي هو الكارير أو الحامل المرض. عندنا بقى شخص تاني اللي هو المخالط. يجي يقول لك المخالطين، طب واحنا مش فاهمين يعني إيه مخالطين؟ المخالط يعني إنسان عادي بيتعامل مع مريض أو بيتعامل مع أحد ملوثاته أو بيتعامل مع البيئة اللي بتحتوي على ملوثات بتزيد احتمالية فرصة الإصابة بالمرض. ده اللي بنسميه الشخص المخالط. وده بنستفيد منه في إيه حضرتك الشخص المخالط؟ ليه هذا العنوان موجود؟ لأن بيحصل مثلا مرض معين، هذا المرض بيكون مرض معدي، فلازم أول ناس ندور عليهم المخالطين. ليه؟ لأن المخالط مبقاش لسه ظهر عليه أعراض أو الدنيا، فنقول له والله خلي بالك أو كذا أو كذا. فده اسم المخالط. طب نيجي بعد كده، طب إحنا عايزين نعرف إيه الإجراءات الوقائية العامة
اللي تحمينا بقدر المستطاع من العدو. الاول حاجه نغتسل بشكل مستمر. طبعا. ان احنا دائما نغسل ايدينا سواء مثلا بعد دخلنا يعني التواليت او خرجنا مثلا قبل الاكل وبعد الاكل. ده اجراء طبعا. اجراء طبيعي جدا بيقلل فرص نقل العدوى. عندك الحاجه الثانيه ان انت حضرتك لو انت تعاملت مع مريض يعني لما ممكن بعد ما تسلم عليه او كذا او كذا ان انت تغسل برضك ايدك وكذا. عندك لو انت حضرتك بقدر المستطاع وده المفترض يعني نعمله المشاركه في الكوبايات بقى والمناديل ومش عارف ايه والفوط والكلام ده كله نحاول نقلل استخدام اللي احنا نستخدم الحاجات اللي فيها مشاركه. حبيب. اللي احنا في حاله يعني مثلا نبعد في اماكن معينه بتبقى فرصه حدوث العدوى سهله من الاماكن المفتوحه عندنا الانف العين الفم الاماكن حتى التناسليه دي كلها فرص تحصل العدوى. نحاول نبعد ما يخليش في كونتاكت بينها وبين الملوثات. كمان لو احنا مثلا حصل عطس او سعال او كلام من ده نغطي الانف والفم بمنديل عشان خاطر برضك ويعني طبعا عشان خاطر ما ننقلش وخصوصا ان احنا في فصل الشتاء وظروف بتساعد. تمام. اخر جزئيه هنتكلم عنها في الكبسول عشان برضك دي تبقى يعني بدايه لمرحله جديده. تقسيم الامراض المعديه بتحصل ازاي؟ انا مختلف معاك. هنخلي تقسيم الامراض المعديه للحلقه الجايه عشان الساده المشاهدين يبقوا مستنيين الكبسوله ان شاء الله باذن الله. الكبسوله النهارده خلصت بسرعه كالعاده عشان الكلام اللي بيتقال فيها كلام مفيد، ولكن دايما بقفل الكبسوله لان الكبسوله حاجه من الحاجات المستمره في البرنامج، فانا ما بقاش زعلان ان انا بستني الكبسوله الاسبوع الجاي. خليني في نهايه فقرتنا الاولانيه النهارده نشكر الدكتور محمد راشد استشاري الحساسيه والمناعه على الكبسوله. ربنا يخليك. تعالوا بقى نستعد للفقره التاليه، فقره اللخبطه. حتى هو الضيف مش عارف يعني ايه ملخبطني في ايه. فاصل وانا واصل.